فالتفاصيل معنا فيها في كييف غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية. بعد تحية إليك غيث، السلطات الأوكرانية تفتح تحقيق في المزاعم التي تتحدث عن مقتل 3 جنود أوكرانيين بعد أن استسلموا برصاص القوات الروسية، فما الحقيقة فيما حدث؟ بعد التحية حساني، دعني أشير بهذه الأخبار العاجلة الآن التي تردنا في الأراضي الأوكرانية. دوي صافرات الإنذار في معظم الأراضي الأوكرانية، وآخرها هي منطقة فينيتسا، منذ لحظات بعد تسجيل دخول أكثر من 45 مسيرة روسية دخلت الأجواء الأوكرانية. العاصمة الأوكرانية كييف ليست بمأوى أيضا من هذه الصافرات، حيث أيضا دوت صافراتها والآن تحلق مجموعة من المسيرات صوب العاصمة الأوكرانية كييف على حسب ما جاء من قبل سلاح الجو الأوكراني. نعود لما جاء من قبل الادعاء العام الأوكراني وممثلوه بالتبع، بأن القوات الروسية أطلقت النار على أسرى حرب كما وصف الادعاء العام الأوكراني، وأن هذا مخالف للقانون جنيف، وأيضا يطالب الادعاء العام بفتح تحقيق ومعرفة ملابس بسات هذه الحادثة بالطبع التي نشرتها صحيفة سي ان ان نيوز عبر صفحتها الرسمية، وهي توثق عملية خروج المقاتلين الأوكرانيين، ولا سيما بأن صباح هذا اليوم أيضا نشرت القوات الروسية عملية إعدام أخرى لآخر جندي أوكراني هو مصاب، حيث طلب الاستسلام بشكل كامل، وقام أحد المقاتلين الروس بإطلاق النار عليه على رأسه بصورة مباشرة، وهذا أيضا وثقته الحكومة الأوكرانية، وتطالب الحكومة الأوكرانية من المحكمة الدولية بفرض أحكام جنائية على رؤساء هذه الأعمال. وهنا يشير البيان بأن الرئيس فلاديمير بوتين هو الذي أيضا ما سوف يتحمل هذه الجرائم كما وصفها الجانب الأوكراني. نعم. اليوم أيضا نشير بأن القوات الأوكرانية تقدمت بالفعل إلى منطقة نيويورك، حيث وجدت هناك أيضا تمثيل بجثث الجيش الأوكراني الذي لم تتمكن أوكرانيا من سحبهم أثناء عملية خروجهم في الآونة الأخيرة، وهذه هنا نشير ما بين السادس إلى التاسع من أغسطس للعام أو الشهر الماضي، عندما خرجت القوات الروسية الأوكرانية من منطقة نيويوركر كان هناك جثثا للقوات الأوكرانية، عندما عاودت اليوم ودخلت هذه المدينة شاهدت هناك تمثيل بجثث القوات الأوكرانية هناك، حيث بعض القوات كانوا مكبلين الأيادي وهم مقتولين بالفعل، وتم تعليقهم على أعمدة المباني كما تم وصفه من قبل الادعاء العام. هذا وضحت هذه التفاصيل، أشكرك على كنت معنا في مباشرة من كييف غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية، أشكرك غيث.